هذه واحد اللحظه ديال التتويج ديال مسار تفاوضي داخل احدى المقاولات بمدينه خريبكه بين النقابه الاكثر تمثيليه والاداره ديال المقاوله تحت اشراف الاطر ديال وزاره الشغل والادماج المهني. لذا كنشكروا الجميع وكنهنئوا الجميع على اننا وصلنا استطعنا جميعا اننا نوصلوا الى هذه اللحظه ديال توقيع الاتفاقيه ديال الشغل الجماعيه بهذه المقاوله. التعاقد داخل المقاوله ما يسمى في ادبيات القانون الاجتماعي بالقانون التعاقدي اللي هي الاتفاقيه الجماعيه هو من بين الاولويات الكبيره عندنا في وزاره الشغل والادماج المهني اللي كنشتغلوا عليه اللي كيضمن اولا كيضمن السلم داخل المقاوله خلال الفتره ديال التنفيذ ديال الاتفاقيه، وفي نفس الوقت كيضمن ان الاجراء يستفدوا من حقوق اضافيه خارج ما يضمنه لهم مدونه الشغل الجماعي. حنا اليوم مؤكد ان الظروف اللي كتعيشها الاقتصاد الوطني في حاجه الى سلم حقيقي داخل المقاوله لممكن ان يتم استتبابه بهذه الكيفيه. الاتفاقيه اللي غنوقعوا اليوم مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحضور السيد وزير التشغيل كتدخل في اطار انفتاح شركه على جميع الفصائل النقابيه اللي كتمثل العمال ديالها. الاتفاقيه اليوم انا لا اسميها اتفاقيه ديال السلم الاجتماعي ولكن كنقول اتفاقيه اجتماعيه اقتصاديه، خصوصا ملي كنشوفوا البنود اللي جات بها هذه الاتفاقيه وما جاءت به من امتيازات خصوصا للعامل. ملي كتلقى العامل عنده فرصه ديال العمره، كتلقى العامل عنده واحد البريم ديالو في حاله الا كانوا شي وحدين من افراد العائله ديالو توفى، ولا كاين واحد البند جديد اللي الحق بهذه الاتفاقيه هو ديال استمراريه العمل، التزام شركه اوزون باستمراريه العمل مهما كانت الجائحه او الظروف او الكوارث انها تحتفظ بجميع العمال ديالها ما تنقش منهم. كاين واحد المجموعه من المنح الماليه اللي غتعطى وتم الاتفاق عليها كذلك. لا يفوتني هنا باش نشكر الاخوان ديال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على المجهودات وعلى باش خرجوا هذه الاتفاقيه هذه الحيز الوجود. كنشكر كذلك المندوبيه ديال الشغل ديال خريبكه على المجهودات كذلك وعلى تقريب وجهات نظر ديال جميع الاطراف باش تخرج هذه الاتفاقيه للوجود. اولا هذه اتفاقيه جماعيه بين شركه التدبير المفوض والمكتب النقابي ديال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي الاساسي منها هي صيانه حقوق المكتسبة والحقوق كذلك للشركة تعطيها في هذه ثلاث سنين للعاملات والعمال في هذا القطاع. وثانيا هو كذلك بالنسبة للشركة ضمان السلم الاجتماعي بما سيؤثر إن شاء الله الرحمن الرحيم الإنتاجية، وسيؤثر كذلك حتى المردودات داخل هذا القطاع. ونعتقد داخل الاتحاد العام على أنه الاتفاقات الجماعية مهمة جدا لملء الفراغات أولا في مدونة الشغل، وكذلك من أجل بعث الطمأنينة فيما يخص الاستثمار لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي.